اسمع الحكاية واحفظ الآية والشاهد. بسم الله أبو الإبن القدس إلهان واحد أمين. كان في بنت دايما متمردة على حياتها مع مامتها، وإحنا عايشين في فقر، وإنتي يعني مش قادرة تقومي تصرفي عليها كويس، والبنات التانية كلها عايشة، وتلمت على أصدقاء سوء ومشيت في سكة غلط، وبقت أمها كتير بتنصحها وهي صممت وكملت لغاية ما سابت لها البيت خالص. قلب الأم انكسر على بنتها، وعرفت إنها مشيت في سكة وحشة، وبدأت تصلي لها كتير إنها ترجع، مفيش فايدة، دور عليها في كل حتة، تقول لها ارجعي ما يهمكيش اللي فات، احنا كل اللي فات ده هنسهولك، بس ارجعي ارجعي لبيتك وارجعي لربنا. ما وصلتش الحاجة، بدأت تشتغل في البيوت من بيت لبيت عشان تحوش مبلغ صغير، وتعمل سفرية لحتة تعتقد انها ممكن تكون راحت فيها، برضو ما وصلتش ليها. في الاخر جات لها فكرة انها راحت عند واحد مصوراتي وقالت له صورني صورة كده كبيرة وكبرها، وهي شكلها بتعيط وبتستعطف كده وباين عليها الغلب، وكتبت تحت الصورة ارجعي يا بنتي يا ميري انا مستنياكي في البيت، ما يهمكيش اي حاجة، ما يهمكيش كل اللي فات، ارجعي بيتك مفتوح، ارجعي انا في انتظارك. وطلبت من اصحاب الملاهي، قالت هي اكيد بتروح الاماكن اللي مش كويسة دي، يحطوا على بوستر كبير كده على مدخل كل ملهى، وفي الصالون يعني في المدخل الصورة للأم دي وهي بتبكي كده وبتستعطف، ومكتوب تحتها ارجعي يا ميري ما يهمكيش. وفعلا زي ما هي فكرت، البنت كانت بتخش أحد الأماكن دي، فلقت مجموعة من الناس متجمعة حوالين صورة كده، فالفضول خلاها تروح تشوف ايه الصورة دي. بصت لقت صورة مامتها وهي يعني تعبانة ومرهقة، الدنيا كانت بدأت تلطش معاها، والمرض بدأ يجيلها، وبدأ يجيلها فكر انها ترجع، بس يقول معقولة امي هتقبلني تاني، هتطردني وهتقولي امشي، لانتي بنتي ولا عرفك ما عرفكيش، وكانت مترددة كتير. لكن لما شافت صورة مامتها اتخضت، وبصت تحت مكتوب لقيتها ميري ارجعي انا مستنياكي ما يهمش اللي حصل. بكت كتير قوي وتشجعت وسابت كل حاجة وجريت، روحت على مامتها، لقيت مامتها فتحة حضنها وتقول لها يا بنتي ما يهمكيش كل اللي فات، الحمد لله ان انت رجعتي بالسلامة، نفتح صفحة جديدة. نحفظ الآية. فالله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. أعمال الرسل 17-30. فالله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. أعمال الرسل 17-30. فالله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. أعمال الرسل 17-30. فالله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. أعمال الرسل 17-30. فالله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. أعمال الرسل 17-30.